خلونا بقى يعني قبل ما نبدأ فقراتنا نروح معاكم سريعا نتعرف على حالة الجو مع الأستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الفل يا فندم. صباح الخير. أهلا بحضرتك، وعايزين نطمن على أهم الملاحظات على الحالة الجوية النهاردة في القاهرة وفي شرم الشيخ. والله حياتك الحمد لله الجو مستقر، جو جميل جدا يخلو تماما من فرص سقوط الأمطار، ويمكن اللي بيأكد هذا الاستقرار خلال هذا التوقيت هو الشبورة المائية، الشبورة المائية على محافظات الوجه البحري، على الطرق المؤدية للقناة والساحل الشمالي وحتى القاهرة كمان. طبعا جو النهاردة أقدر أوصفه بأنه خريفي معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، بارد أثناء الليل. فطبعا الجو دوت مستمر إن شاء الله معانا على الأقل حتى يوم الأحد القادم، وده بينفي تماما الإشاعات اللي ترددت على بعض شبكات التواصل الاجتماعي بأن البلاد هتتأثر اليوم بطقس سيء، لكن احنا بننفي الكلام اهو حضرتك من خلال شاشه قناه تن، بنقول للناس تمارس كل الانشطه اليوميه بتاعتها بكل امان. كل قطاعات الدوله الجو اكثر من رائع على محافظات جنوب سيناء عند شرم الشيخ الغردقه نويبع العين السخنه، ويمكن الاستمتاع فعلا بكل الشواطئ المطله على هذه المدن. طيب استاذ وحيد، يا ريت كده نعرف درجات الحراره المتوقعه النهارده على القاهره. ان شاء الله القاهره 25 درجه، السواحل الشمالية 24، شمال الصعيد 26، جنوب الصعيد عند الأقصر وأسوان من 29 إلى 30، شرم الشيخ 28 درجة مئوية. بنشكرك يا أستاذ وحيد، شكرا جزيلا، وصباح الورد على حضرتك. صباح الورد على حضرتك. و25 درجة يعني مئوية، ده كويس قوي.